وطبعا زي ما كانت نهاوند بتقول احنا عندنا اكتر من ملف نتكلم فيه، بس تعالى نتكلم باحدث الامور. فكره القرعه اللي نتج عنها ان احنا ان شاء الله هنواجه السنغال، يعني كيف رايت هذه القرعه وتوقعاتك للماتش ده هيكون عامل ازاي، او اللقاءات اللي هتجمعنا بيهم هتكون عامله ازاي؟ انا شايف انه طبعا مصر فريق كبير جدا جدا، منتخب يعني يمتلك قدرات هائله جدا من اللاعبين ومن من التاريخ الكبير. انا شايف ان احنا قادرين ان شاء الله، وطبيعي ان انت هتقابل اي حد من الـ من الـ من التصنيف الاول، كلهم فرق كبيره وفرق قويه جدا. السنغال فريق قوي يعني يمتلك لاعبين جيدين جدا ولاعبين بقيمه تسويقيه عاليه جدا، يعني معظم الفريق او ما كانش كل الفريق بيلعب في دوريات كبرى او في بس بنفس قوه الاجيال السابقه من اللعيبه السنغاليين. انا شايف انت عارف في وقت من الاوقات كان السنغال زي كوت ديفوار زي الكاميرون زي نيجيريا، كلهم اقوى من بعض، صعب حتى تقول مين فيهم قبل التاني. هل الكلام ده لسه حاصل لغايه دلوقتي مع السنغال ولا أكيد الدنيا اختلفت؟ اكيد السنغال فريق كبير جدا، واكيد مصر او المنتخب المصري او مستر كروش طبعا واللاعبين طبعا منتخبنا الوطني اكيد هيكونوا مقدرين ان هم بيواجهوا مواجهه كبيره قصاد السنغال. السنغال فريق قوي جدا، يعني ما يغركش ان هو عنده يعني صعد مثلا لدور ال 16 او ثمن النهائي بخمس نقاط بفوز وتعادلين، لكن هو فريق قوي جدا عنده امكانيات وقدرات. اكيد الـ 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 اكيد المباريات الكبيره او زي ما بيقولوا المباريات الفاصله بيكون ليها حسابات تانية خالص. انت بتلعب ماتش قصاد السنغال، هتلعب على ارضك الاول في مصر هنا وبعد كده هتروح هناك، فاكيد دي وانت على ارضك ليها حسابات وانت عندهم هناك ليها حسابات تانية خالص. انا شايف ان هي يعني منتخب مصر قادر ان شاء الله ان هو يتخطى عقبه السنغال ان شاء الله ونتاهل لكاس العالم ان شاء الله باذن الله.